السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وصباحكم أينما كنتم. اليوم الخميس 15 نوفمبر في مدينة بنجي عاصمة أفريقيا الوسطى، وكلنا نتذكر ماذا حدث في أفريقيا الوسطى في 2014. هذا هو المركز الإسلامي، الإسلامك سنتر الوحيد اللي موجود في العاصمة. طبعا كان ليه دور كبير جدا 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 أثناء الأحداث الدموية اللي مات فيها آلاف من المسلمين وغير المسلمين، واللي شرد فيها مئات الآلاف من المسلمين اللي ما زالوا داخل أفريقيا الوسطى نازحين في مخيمات، وما زالوا في تشاد وفي الكاميرون بالآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف هناك أيضا. أفريقيا الوسطى هي تعتبر أفقر دولة في العالم وفي نفس الوقت أغنى دولة في العالم، يعني هي أفقر دولة بالنسبة للشعب نفسه لكنها أغنى دولة بالنسبة للمقدرات اللي هي فيها، والمقدرات بتاعتها من أنهار ومياه و أخشاب ومعادن وذهب وكذلك بترول. الرسالة النهاردة بنقولها للشباب، خاصة الشباب اللي كل مرة على الفيسبوك أو على التويتر يبعتوا رسالة: وظفنا خدنا معاك، وظفنا خدنا معاك، وظفنا خدنا معاك. أنا لا عندي مؤسسة ولا عندي أموال ولا عندي أي شيء. أنا بقول لكم يا شباب، بدل ما تقول الواحد زي وظفنا خدنا معك، تعالوا هنا، تعالوا وسط أفريقيا، تعالوا الكاميرون، روحوا النيجر، روحوا تشاد، روحوا مالي، روحوا السنغال، روحوا الكونغو، روحوا كل هذه الأماكن اللي ممكن أي عمل بسيط تقوموا به يستطيع أن يحدث تغيير مجتمعي داخل هذه المجتمعات. مشكلة إن احنا مش عايزين نصبح محبطين وعايشين في أماكننا، وكل ما احنا بنفكر فيه ضربة حظ، ضربة حظ تخلينا نكسب المليون مع جورج قرداحي، او ضربة حظ تخلينا نكسب عرب جود تالنت، او الاشياء الاخرى اللي هو بنعملها احنا نتفرج في التلفزيون، او ضربة حظ نطلع لعيب كورة وناخد لنا مليون واثنين وخمسة وعشرة الى اخره، او شباب اللي هم قاعدين بيشجعوا مانشستر يونايتد وتشيلسي والبرشا وريال مدريد والاهلي والزمالك والسد والريان والنصر والهلال وهكذا. كل هذه هنا على الشباب، انتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه في وقتكم؟ بتعملوا ايه في حياتكم؟ بتعملوا ايه لمستقبل بلادكم؟ وبتعملوا ايه؟ التلفزيون هيعمل لنا ايه؟ التلفزيون هيعمل لنا اي حاجه؟ لا الفيسبوك هيبني حياتنا، ولا الهاشتاج هيبني حياتنا، ولا التويتر هيبني حياتنا، ولا اي شيء من اللي احنا متخيلين ان البوكس الصغير ده اللي احنا قاعدين قدامه 24 سنة هيبني حياتنا. التحدي الحقيقي يا شباب هنا، تعال هنا وكن مدرس، تعال هنا وكن مهندس، تعال هنا وكن مساعد، تعال هنا وكن مدرب، تعال هنا وكن مزارع، تعال هنا وكن طبيب، تعال هنا وكن تاجر. هنا في ناس، الصين موجودة هنا، الاوروبيين موجودين هنا، بعض الشباب من المغرب موجودين هنا، هو بعض الشباب من لبنان موجودين هنا، هو بيجتهدوا اجتهاد كبير في ترك، بعض الاتراك موجودين هنا ايضا بيجتهدوا اجتهاد شديد جدا 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 انهم يغيروا المجتمع. لكن الاخوه والاخوات اللي دايما بيقولوا لي احنا عايزينك تساعدنا، انا هقول لهم لا، تعالوا انتوا ساعدوا انفسكم، تعالوا هنا، تعالوا هنا وشوفوا الناس، تعالوا هنا وعيشوا مع الناس، تعالوا هنا وساعدوا الناس، تعالوا هنا وعلموا الناس، تعالوا هنا وحسسوا الناس ان الناس دي لها قيمه وانتم كمان لكم قيمه. انتم هيكون لكم قيمه فقط لما تحاولوا تبنوا مثل هذه المجتمعات. اذا كنتم انتم محبطين في مجتمعاتكم اللي ما فيهاش حريه، ما فيهاش ديمقراطيه، ما فيهاش سعه لتقبل الراي الاخر، فتعالوا هنا ترحب بكم مثل هذه البلاد زي ما انا قلت قبل كده، هو في كل بلاد افريقيا، في كل بلاد افريقيا اللي انتم بتشوفوا ان ثرواتها تنهب وتنهب وتنهب وتنهب، وهم يعيشوا اسوأ حالات المعيشه هنا. هو حتى ان هناك في ناس، احنا بنتكلم في العاصمه، احنا بنتكلم في العاصمه وفيها كل هذا الفقر اللي انتم هتشوفوه في بعض الافلام واللي انتم شفتوه من قبل ايام في ايام في الافلام اللي هي من الكاميرون والافلام اللي احنا طلعناها من هنا ايضا. لكن انا بقول لكم واتمنى وارجوكم 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 وارجوكم، بدل ما تقولوا
نعمل ايه؟ تعالوا هنا واحنا نقول لكم تعملوا ايه؟ ما فيش حد يستطيع انه يبدا بامكانيات كامله. الامكانيات تصنعها انت، الفكر تصنعه انت، الرؤيه تصنعها انت او انت، العمل تصنعه انت او انت، هو ده اللي احنا عايزينه. تعالوا ننقذ افريقيا وننقذ اسيا زي ما كنت انا في بلوشستان وشفتوا انتوا بعض الافلام، لان لا نتخيل ان بلوشستان بكل الغنى اللي هي فيه وهي افقر منطقه في قد من افقر مناطق في العالم الكل ومن اعلى معدنات موت المراه الحامل او الطفل الصغير فيها، كذلك هنا ايضا في الكاميرون، كذلك هنا ايضا في وسط افريقيا، كذلك في النيجر، كذلك في تشاد، كذلك في مال الى اخره الى اخره. ان اردتم ان تعملوا تغيير بطلوا تطلعوا تعتمدوا على الاخرين، بطلوا تعتمدوا الاخرين، بطلوا تعتمدوا الاخرين، وتعالوا هنا وتحدوا الزمن وتحدوا المقدرات اللي قدامكم وتحدوا المناخ وتحدوا كل شيء، وستعملوا اشياء رائعه رائعه رائعه، لان انا شخصيا اثق فيكم 1000% مش فقط 100% ومليون في الميه. ستستطيعون احداث تغيير كما احدث هذا التغيير ابائنا واجدادنا واسلافنا من قبل، وبنوا حضارات في كل مكان ذهبوا اليه، حضارات يستطيع ان يستفيد منها اهل الوطن نفسهم. كونوا صناع حضاره، كونوا صناع تغيير، كونوا صناع نهضه، وتعالوا هنا وعيشوا مع هؤلاء الناس، ولا تعيشوا قدام الفيسبوك والتويتر والانستغرام وتعتقدوا انكم غيرتوا الدنيا كلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، من بلد اخر نتحدث.